ماكو مرض حبيبي، ليش ما تلبس كمامة؟ مع احترامي لا تلبس كمامة، اقعد ببيتك، لا تطلع وتأذي العالم وتموتهم وتنقل منا اللي هنا. شنو سياسة نقدية؟ شنو ماكو مرض؟ شنو هالأفكار الجافة؟ هالأفكار مع احترامي، يعني أنا مو طبيعتي أحكي على مواطن، لكن عندما يحاول أن يثقف وثقافة تقتل الناس، لا أنا أحكي عليه، أحكي وأوبخه وأحكي وأنبهه. شنو ماكو مرض؟ شنو ماكو كورونا؟ شنو سياسة نقدية؟ لا على هالعالم اللي جاي تروح. زين بعدين شنو ملابس كمامة؟ والله ما أدري. كم واحد مثل الأخ بالعراق؟ من الناس ما لابس كمامة ولا راح ألبس كمامة. زين مو ما عندي وانا قناعتي الشخصية، لأن أنا بالسوق وأعرف وأعرف شلون ماكو شيء. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال ماكو شيء مرض، يعني ما مستحيل، يعني لو أنتوا لكم بها غاية. يعني أنت حضرتك تشكك بوجود فيروس كورونا؟ بعيد مليون بالمية، واللي كل إنسان له عقل وعقله يفكر بيه. أنا بالنسبة لي أقول لك هاي سياسة نقدية. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي انا بالسوق واعرف واعرف شلون ماكو شيء مرض. يعني بشرفكم هذا مو مطي؟ بالله العلي العظيم، يعني هسه هذا حد مع احترامي للمطي.